اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نطلع للجبل عندنا، يعني غادي نمشي نشوف شي خروفات تقريبا راه تعرفوا دابا تقريبا شي شهرين ونص وما تعرفوا، نطلع نشوفهم الا كانوا واجدين غادي نبطوا من لازرو. بالنسبه للناس اللي في النواحي ديال لازرو وبغى شي حاجه مرحبا اتصل بيا في الرقم من 06 61 48 27 21. المهم حنا غاديين دابا الطريق هي هادي باش نطلعوا ان شاء الله للجبل، وخليكم معنا ما غاديش نطول عليكم بزاف، ونتمنى يعجبكم لا فيديو. بالنسبه للناس اللي ما تابوناوش يتابوناو، وتنشكر الناس اللي تيتبعوني والناس اللي يعني الناس اللي تيعيطوا ليا ودايرين فيا ثقه، والحمد لله بديت تنكسب الثقه ديال الناس، ونتمنى القناه تزيد لقدام. يعني بغيت نبدا نخرج شويه، ماشي نبقى غير السوق السوق، يعني الانسان شويه السوق شويه كفلوغ خارج على برا شويه الطبيعه شويه. نتمنى يعجبكم لا فيديو. الاخوان الحمد لله يعني ملي وصلت الغنم يعني تبارك الله لقيتها الحمد لله سمينه، يعني تبارك الله يعني واجده. المهم دابا ان شاء الله غادي نسرجيوها. يعني الاخوان من بعد ما سرجينا ان شاء الله دابا نرجعوا لفايز الجوج. الحسب كايشان الاخوان، من بعد ما سرجينا خروفات حنا غادي ان شاء الله لازرو باش نوصلوهم. تبارك الله يعني سمعني فيهم التقليبه. المهم خليكم معنا الاخوان. المهم حنا دابا وصلنا للدار ان شاء الله، غادي نبطو هاد الفراج الاول وغادي نمشي باش نجيب عاد ثاني مازال شي حاجه اخرى، وخليكم معنا تشوفوا. تبارك الله والاحوال غنصوصلكم. نعم. دابا غادي نهبطو هادو التانيين، عندهم خرفان صغار، لكن تاهما تبارك الله سمانات. صافي حل تحتاني يا هشام، حل حل. المهم الاخوان هادو دابا حنا نحطوهم في الدار هنا، زيد يعرفو شويه وما تبارك الله راهم سمانات، اللي خصاتو شي حاجه ولا مرحبا. العواشر هادي اللي خصاتو يشد بها يعني مرحبا. منطقه ازرق طريقي فعلا. صافي حيد هشام، حيد حيد. المهم هادو تا هما غير خروفات والدات، كاينين 8، كاين 8 والدين، او كاينين هنايا 5 على ميلاد، 5 قرابين يولدوا. هادو تبارك الله سمانات. مليحة تبارك الله جزارية.
هلا ادريس السي محمد، يلا غنبيع لك هادو. ماشي كريم انا. لا اخوان كيما شفتو كسيبات تبارك الله يالي، حنا من بعد واحد تقريبا واحد شهرين ديال العلف الحمد لله راه وجدات. سي ضربه عبد الحق ضربه يمشيو يدخلوا. غادي ندخلوا دابا الكوري باش نمشيو نجيبوا الاخرى اللي بقات. المهم بالنسبه اللي نعاودها، بالنسبه اللي بغى شي حاجه مرحبا. اللي تبارك الله خروفه تعطي 18 كيلو د اللحم الصيك، يعني تقريبا فوق 18 تعطي. كاين شي وحدين صغار بحال هادي تقدر تعطي 15 14، يعني كاينين غير شي 8 اللي صغارات هما اللي كاينين. المطابق تبارك الله وافيه تعطي 18 20 كيلو د اللحم الصيك. المهم الاخوان دابا حنا وصلنا هادي، نرجعو نجيبو عاوتاني الاخرى اللي بقات. يلا يا شباب شي معايا، ها الدخل هادي شد عبد الحق، شد عبد الحق هادي تدخل الداخل. هادي غدا يعني شمولها، هادي اللي غتمشي لبيبو. غتمشي لبيبو هادي هذه كسابية. بالنسبة لهذه اللي مرشومة، هذه اللي مرشومة، يعني هذه اللي مرشومة إن شاء الله دار كساب. هذه كسبة، هذه ماشي كزارية. سير يلا سير سير حسب حسب شاكين هنايا 30 بقى الاخرى تما 34 ودين 8 و 5 تقريبا على ميلاد. الله يسخر. ها لا واكله هشام، ها علفه عطيها غير البال. تبارك الله الخير موجود هنا، تبارك الله الكوري عامر. انا غير تامن زوت. المهم شوفوا معايا هشام بعدا تاي
التمشي ديال البار. بالنسبة لهذه هنا كاينه عند الزوزة تبارك الله تعالى واجدة. هادي تاع مزوت، هادي ديال 4 شهور 5 شهور. عبد الحق سير سير ضربهم يخرجوا، ضرب يخرج. هذا فحل ديال الغنم تبارك الله. هذه خروفه غير ديال العام. وهنا كاينه النعجه تبارك الله. هذه النعجه اللي كاينه الصغيره وكاينه الكبيره كامله سمينه. هذا غير النعجه الكبيره ماشي خروفات. المهم الاخوان اللي احتاج شي حاجه ولا يتصل بيا وان شاء الله. المهم نواحي هنا المنطقه ديال الازرو اقليمي فران. طب العيد دابا تنزل شحال تعطي ديال اللحم؟ ها؟ بحال دابا هادي شحال تقريبا تعطي؟ ما تفوتش 13 كيلو ديال اللحم الصيك. ها؟ مازال خاصها شويه. وهاد المزوزة؟ هاد المزوزة تعطي 15 كيلو ديال اللحم. 15 14. الله يسخر. المهم نمشيو دابا نجيبو الخرفات الاخرين. يلا سير اسيدي. ها؟ راه كلات خالو، راه واكله. ها؟ اشنو عبد الحق كاين المليح ولا ما كاينش؟ ايه قولها لباك. هاد العام تهويش. هاد العام اللي شنو الاخوان بعد ما وصلنا لفاير الجوج يعني احنا قربنا دابا للدار ان شاء الله. بالنسبه للمتتبعين اللي بغاو يعرفوا الدار يعني هي هذه الخرجه الطريق ديال إفران، خرجه من الظروف الطريق ديال إفران الروم بوان الكرواز مالي ما بطل طريق مكناس. هنايا فاش تلقى بارير يعني هنا تنطلع لليمة. أو الدار هي يعني. أو خليكم معنا إن شاء الله نبطو خروفات يعني فايز جوج. يعني كاينين بعض المتتبعين راه عارفين الدار وعارفين تبارك الله يعني راه فايتين تقداو من عندنا وتنشكرهم بزاف. تنشكر الناس اللي تابوناو جداد، الناس اللي عيطوا لي اليوم تنشكرهم بزاف. اخوان كما تشوفوا حنا وصلنا والحمد لله يعني امور دازت بخير وعلى خير. دابا نبطوهم باش نشاركوهم مع الاخرين ان شاء الله. لا شراب القدام عبد الحق صافي تلقى تلقى. سير من الله 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 هشام سير من الله هشام. هاك
تبارك الله خروفة غليظة. وكلتي هذيك اخالو؟ وكلتيها؟ يا واتا تبارك الله. سير سير واحدة واحدة سير تبارك الله خروفة الزارية هني غتفوت 18 كيلو ديال اللحم الصاك لا ما شفتهاش صافي قال لك ماشي دابا المهم الاخوان حنا وصلنا دابا للدار ان شاء الله اللي يحتاج شي حاجه ولا مرحبا يتصل بيا انا غادي نكتب الرقم ديالي ومرحبا بكم ونعاود نكررها بالنسبه لي ما تابوناش يتابونا معنا و سير الله يسخر Kiss, kiss, kiss.